انا بختار الصنف حسب ايه؟ لا ده انا بختار الصنف حسب انت سيادتك هتعملي ايه. هتصدري العنب ده؟ طبعا اللي بيزرع عنب ما بيصدرش كل الانتاج، استحاله. واللي يقول لي سيادتك صدر كل الانتاج ده مش مظبوط، كلامه مش مظبوط. بيصدر سواء من الارض القديمه، المهم معاد النضج، لان احنا عندنا الوزاره مشكوره عملت ميزه نسبيه لنا. احنا كان على اواخر يونيو خلاص السوق الاوروبيه بتفتح، ما ياخدوش مننا، السوق الاوروبيه بينفعوا بعض. طيب هما هنا الوزاره مشكوره من ده، الكلام ده من 20 سنه، كان الدكتور سعد النصار وكان مساعد السفير، كان مساعد الوزير الخارجيه، وعملوا شغل جامد قوي وخلوه ال 10 يوليا. ده 10 ايام ده حاجه رقم كبير مش قليل. طيب السوق الاوروبيه طلع العنب بتاعها خلاص مش هنقدر نصدر. اللي بيزرع العنب ده بناء عن ايه؟ عاوز يزرع صنف للسوق المحلي ولا للسوق المحلي والتصدير؟ السوق المحلي والتصدير يزرع فليم، يزرع سوبيريور، بس الفليم خصوبته اعلى، واخد بال سيادتك؟ طيب الحاجه الثانيه، انت عاوز ايه من المحصول بتاعك؟ الشطاره دلوقتي في كل المزارعين مش في العنب بس، ازاي اطلع المحصول بتاعي بدري عشان السوق، واخد بال حضرتك؟ فكل الناس بتتجه لكده. في واحد يقول لا انا هخزن العنب عندي على الكرمات، ممكن تخزينه ويراعي بقى الاعفان ويقلل الميه ويشوف، يعني له طريقه، يعني مش هنقدر نتكلم عليها دلوقتي. انما اللي انا عاوز اقوله لسيادتك هو الشطاره دلوقتي في جميع الزراعات مش في العنب بس، ده في القمح وفي الشعير وفي كله، ازاي اطلع محصولي بدري عن جاري عشان اقدر اسوقه كويس. فدي بترجع لرغبه صاحب الارض، هو عاوز ايه الهدف من زراعته العنب ده، واخد بال حضرتك؟